أستاذة سهيلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، أنا عندي استفسارين هقولهم لحضرتك وهسمع حضرتك بعد كده من يلا التليفون. يلا توكلنا على طب الله. أول حاجة، هو أنا بس مش عارفة اللي أنا هسأله ده ليه علاقة بالشماتة ولا لأ، طيب بس هو في حد من أهل جوزي دايما دايما في مشاكل معايا، انتقاد لحالي، لحال بيتي، للكلام ده كله. فهي هتتجوز، فانا من كتر ما هي المشاكل اللي بتعملها معايا بقيت عماله اقول يا رب تشوف مثلا اللي انا فيه او الحال اللي انا فيه، ودايما بدعي كده. فانا مش عارفه هو انا كده غلط ولا ده حرام عليا ولا دي شماته ولا ايه هقول بالظبط. لك، حاضر هجاوب. وتاني حاجه بقى، برضو اهلي جوزي فيهم عاده ان احنا مدخلين في حياتنا جامد، لازم يعرفوا احنا بنعمل ايه، بنجيب ايه، بنسوي ايه من قبل ما نعمله ومن قبل ما نجيبه. في حال ان مثلا يحصل اي موقف، يقول لجوزي بعد الحاجة اللي جابوها بكذا يوم، يقولوا له بعدها بفترة. فأنا يعني شديت معاه بخصوص الموضوع ده امبارح، إن أنت ما ينفعش تفضل تقول لأهلك كده كل حاجة، بص هما بيعملوا إيه وهم عارفين عني كل حاجة. فأنا مش عارفة ده برضو وزر عليا إن أنا بحاول أخليه مش يبعد عن أهله، أخليه إن هو ما يفضلش برضو يدخلهم في كل حاجة عندي أو يقول لهم هجاوب على كل حضرتك حاجة يا ولا استاذ لأ. سهيل، هجاوب على حضرتك على السؤالين. السؤال الاولاني، اللي انت بتعمليه ده شماته؟ اه، ما تعمليش كده تاني، ما تعمليش كده تاني، ما تعمليش كده تاني. ليه؟ ده هيوجع قلبك ومش هتستفيدي حاجه. نفترض ان ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ادعي معايا ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لها، افترض ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لها، تزعلي من ربنا؟ لا، احنا غلطانين من الاول. لا، ما تعمليش كده. اتقي الله في دينك، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في رقه قلبك. ما انت قلبك دوت بعد ما كان كده هتبقي زيهم، هتبقي زي الناس اللي بيأذوا، انت بتتمني لها الاذى. لا، هذا ليس من صدق الايمان. المؤمن الصادق لا يتمنى حتى للذين اذوه الا، شوف حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي في المعركه وبيجتمعوا عليه وعايزين يقتلوه، وحضرة النبي يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا الله على الجمال، يا الله على حلاوة، يا الله على جمالك يا حضرة النبي. احنا امال احنا عايزين نبقى مع حضرة النبي ونحب حضرة النبي كده بالسهالة؟ مش قصدي بالسهالة يعني، وبعدين انت اسمك سهيلة مش لايق على حضرتك، انا اسف يعني، وكل له من اسمه نصيب. وقد تكون انت سألاني عشان انت قلبك مش مطوعك. اوعي تصدقي نفسك الاماره بالسوء وتقول لك ان ده من حقك، سيبك من الكلام ده، ما تعمليش كده. استغفري لله وادعي لها ربنا ييسر لها، وده يكتب لك. وقبل ما نروح للحاجه ام خالد، بس نجاوب السؤال الثاني بتاع السيده سهيله، ونقول لها يا استاذه سهيله، كونك بتقول لجوزك يحافظ على اسرار بيتك ده حقك، وليس فيه اثم، وليس ده في قطيعه، وليس من بر الوالدين ان الاباء والامهات يعرفوا اسرار بيوت ابنائهم. لا، ليس من بر الوالدين ده. فكونك بتقولي لجوزك بلاش تحكي لاهلك، ده بالعكس، ده انت بتشيري عليه بطاعه، فمن الطاعه حفظ اسرار البيوت.